وللمزيد حول العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات ينضم إلينا الأستاذ أحمد يعقوب مدير تحرير اليوم السابع والمتخصص في الشأن الاقتصادي. أهلا ومرحبا بك معنا. في البداية عندما نتحدث عن صفقة رأس الحكمة، بالتأكيد هي أهم المشروعات التي تمت بين مصر والإمارات خلال الفترة الأخيرة أو تم الاتفاق عليها في الفترة الأخيرة. كيف كانت التأثيرات اللحظية لعقد هذه الصفقة سواء على مستوى عودة الثقة للاقتصاد الوطني أو حتى على مستوى ضخ العملة الأجنبية في السوق المصرية؟ أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ هشام، وأهلا بالسادة مشاهدي إكسترا نيوز. هي طبعا على مدار أكثر من 52 سنة في علاقات متميزة ما بين مصر والإمارات، علاقات أخوية على المستوى الشعبي والرسمي، وطبعا العلاقات دي بتبقى قائمة على فهم كل المتغيرات الإقليمية والدولية، سواء متغيرات جيوسياسية أو توترات بتزداد حدتها يوما بعد آخر، أو حتى متغيرات على الجلوبال لاندسكيب أو المشهد العالمي. والحقيقة طبعا الشراكات الاقتصادية، احنا بنتكلم على حجم التبادل التجاري على مدار 22 سنة ما بين مصر والإمارات 68 مليار دولار، إجمالي استثمارات إماراتية متراكمة داخل كل شرايين الاقتصاد المصري بيقترب من 70 مليار دولار، وهو الرقم الأهم في الاستثمارات التراكمية لأي دولة مستثمرة داخل مصر، وهي أكبر مستثمر أجنبي داخل مصر. الحقيقة طبعا الحاجة المهمة كمان إن الصفقات الاستثمارية الكبرى دايما في قطاعات زي العقارات أو السياحة أو الريتيل اللي هي قطاعات التجزئة، دي استثمارات ملحوظة بالنسبة للإمارات في مصر، وبالتالي صفقة رأس الحكمة هي تتويج لكل هذه العلاقات المتميزة على مدار العقود الماضية. وصفقة رأس الحكمة هي من أهم وأكبر صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار الفترة اللي عقبت الصفقة الاستثمارية الكبرى. كان في تأثيرات اقتصادية مهمة سواء في الزخم اللي اكتسبته الصفقة، لأنها 35 مليار دولار، ده رقم مهم. حجم الاستثمارات خلال مشروع تطوير رأس الحكمة اللي هو أنا أتوقع أنه هيمتد العشر سنوات، مرحلتين، خمس سنوات وخمس سنوات أخرى، وهيبتدي تنفيذه بالفعل بداية يناير 2025. احنا بنتكلم على استثمارات ب 150 مليار دولار، هتحرك معاها 100 صناعة وصناعة مغذية لقطاعات الاستثمار العقاري والسياحي على مساحة تقترب من 40 ألف فدان، وهو مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة الجديدة. وبالتالي احنا بنتكلم عن مشروع ضخم واستثنائي بالنسبة للاستثمار العقاري والسياحي في الساحل الشمالي الغربي، بتقيمه وتنشئه وتعمل على تطويره دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكات مع شركات مصرية وشركات عالمية، لأن ده هيدي يعني زاوية مهمة جدا للاستثمار الأجنبي في الساحل الشمالي الغربي، لأن ده أنا أعتقد أنه من أهم المقاصد السياحية في العالم بلا استثناء. والحقيقة طبعا أستاذ هشام، أنا عايز أقول لك أن يعني أنا زرت الإمارات عشرات المرات على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي، في خصوصية للشعب ده بيعشق مصر على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي. والحقيقة طبعا في تقدير كمان لمكانة مصر الإقليمية في كل المستويات، اللي أنا كنت حتى بتكلم مع مسؤولين إماراتيين أو رجال أعمال أو غيرهم، مصر دولة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة كحجم اقتصاد، 106 مليون مستهلك، موقع جغرافي متميز يتيح عبر شراكات وعقود من يعني مذكرات تفاهم وغيرها من التفاهمات ما بين مصر ومختلف دول القارة الأفريقية والأوروبية والأسيوية، بيتيح نفاذ الكثير من الصادرات للدول الكبرى عبر. وهو عمق العلاقات أستاذ أحمد واضح من خلال الأرقام، واضح من خلال حجم التبادل التجاري زي ما حضرتك ذكرت. البنك المركزي المصري أيضا ومصرف الإمارات وقع اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، ما هي أهمية هذه الخطوة في رأيك أستاذ أحمد؟ هو طبعا القيمة الإسمية لهذا الاتفاق كانت احنا بنتكلم على 5 مليار درهم، ما يعادل وقتها بالسعر الرسمي 42 مليار جنيه. وده الاتفاقية دي كانت اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، وأهميتها ان التبادل التجاري ما بين مصر والإمارات يتم بالعملات المحلية، يعني بالجنيه المصري والدرهم الإماراتي، وبتثبت قيمة ثابتة اللي هي الدولار الأمريكي ما بين الاثنين. وبالتالي الفكرة التبادل التجاري ما بين العملات دي وبعضها بالعملات المحلية بيسهم في تخفيف الضغط على الموارد الدولارية،
بيسهم في دعم العملات المحليه الجنيه المصري والدرهم الاماراتي، بيسهم في زياده التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري تدريجيا خلال المرحله المقبله، لان احنا بنتكلم على حجم تبادل تجاري بيقترب من 5 مليارات دولار سنويا، وبالتالي ده رقم بيزيد برضه زياده مهمه. بنتكلم على قرب 2000 شركه اماراتيه بتعمل في مصر، بنتكلم على صادرات مصريه بتتصدر لدوله الامارات العربيه المتحده مهمه، بنتكلم على ان في شركات مصريه واستثمارات مصريه في الامارات 14 مليار دولار. دي كلها ارقام مبشره، وبالتالي التبادل التجاري بالعملات المحليه زي ما قلنا ب 42 مليار جنيه او ما يعادل 5 مليارات درهم مقايضه بالجنيه والدرهم الاماراتي، ده بيدعم الموارد العمله الصعبه. والحقيقه انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه، ان مصر على مدار الفتره المقبله رؤيتها بتستهدف البرايفت سيكتور امباورمنت او تمكين القطاع الخاص، وكمان اتراكتنج فورين دايركت انفستمنت او جذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره، وبالتالي في اطار الملمحين دول تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره، وعندك اهم شريك تجاري واستثماري لمصر حول العالم وهو الامارات، ده بيعزز الرؤيه المصريه وبيزود الارقام الخاصه بالاستثمارات الاجنبيه المباشره. مصر بتستهدف سنويا 15 مليار دولار استثمارات اجنبيه مباشره، والامارات عندها خبره مهمه جدا استاذ هشام في القطاع الخدمات، يعني قطاع صناعه الضيافه وغيرها من القطاعات المهمه، وهي واحد من الجلوبال بلاير او اللاعبين الدوليين المهمين في عمليه الاستثمار في صناعه الضيافه وصناعه الخدمات، وبالتالي نقل الخبره دي ونقل التكنولوجيا للجانب المصري ده جانب مهم جدا في اطار ان كمان الاستثمارات الاماراتيه في مصر بتشهد تنامي على مدار العقود الماضيه. وهي الامارات في النهايه هي المستثمر الاكبر عالميا في السوق المصريه. تحدثت استاذ احمد عن التبادل التجاري ما بين البلدين، تحديدا هو 4 مليارات و900 مليون دولار. كيف تختلف هذه القيمه عن السنوات السابقه من التبادل التجاري، حجم التبادل التجاري؟ هو الحقيقه طبعا في تنامي، يعني احنا بنتكلم على قرب 5 مليارات دولار سنويا حجم التبادل التجاري، والتبادل التجاري يعني هو حركه السلع ما بين البلدين عشان نبسط المفاهيم. الفكره الاساسيه ان طبعا مع زياده النمو الاقتصادي في مصر، احنا بنتكلم دلوقتي معدل النمو الاقتصادي على مدار الاربع سنوات الماضيه كان 4.3%، ده بالنسبه للنمو الاقتصادي المصري كمتوسط خلال الاربع سنوات من 2020 وحتى نهايه 2023. وبالتالي مع زيادة الإنتاجية الخاصة بالدولة بين السلع والخدمات وفتح الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية للخارج، السوق الإماراتية له خصوصية مهمة، لأن سوق كبير، سوق في بيسموه كوزموبوليتان أو متعدد الأجناس، يعني كل جنسيات العالم موجودة هناك، وبالتالي سوق ضخم بيستهدف، يعني مصر تستهدف زيادة الصادرات للجانب الإماراتي خلال السنوات المقبلة، سواء منتجات زراعية أو بتروكيماوية أو منتجات صناعية وغيرها من الصناعات اللي مصر بتركز عليها خلال الفترة المقبلة. الحاجة الثانية المهمة إن عبر الشراكات الاستثمارية الكبرى ده بيترجم لزيادة فرص عمل، يعني زيادة فرص العمل دي في القطاعات ذات الأولوية اللي بتستهدفها مصر، زراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والقطاع العقاري وغيرها من القطاعات الواعدة. الحاجه الرقم التنامي او زياده التبادل التجاري وتناميها على مدار السنوات الماضيه بيعكس ان في نمو في الاقتصاد المصري ونمو في الاقتصاد الاماراتي. لو بنتكلم على 4.3%، مصر بتستهدف رفع هذا المعدل الى 7% خلال السنوات المقبله عبر الشراكات الاستثماريه الكبرى، عبر جذب تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر ورؤوس الاموال، وكمان تمكين القطاع الخاص. والحقيقه انا عايز اقول لك إن الحوافز الضريبية، وأنا لسه راجع من لندن من كام يوم، الحوافز الضريبية اللي بتقدمها الدولة المصرية أمام مجتمع الاستثمار كانت محل كمان إشادة من المستثمرين الأوروبيين والمستثمرين البريطانيين وكمان المستثمرين الإماراتيين، في خصوصية سواء للحوافز الاستثمارية والضريبية اللي بتقدمها مصر خلال المرحلة المقبلة في إطار زيادة سواء التبادل التجاري أو زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، وكمان الميكنه اللي حاصله في كل ما يتعلق بالعمليه الاستثماريه والتوسع في منح الجولد لايسنس او الرخصه الذهبيه للاستثمار، ده برضه حاجات مهمه جدا خلال المرحله المقبله. اللي انا عايز اقوله استاذ هشام ان الاقتصاد المصري الفيوتشر اوتلوك او النظره المستقبليه ليه واعده، وده مش كلامي، ده كلام مؤسسات ماليه دوليه وكلام مجتمع استثمار عالمي، شايفين ان في وسط محيط اقليمي
يعني في صراعات كثيره جدا وفي تطورات وتوترات جيوسياسيه متسارعه، مصر بتحافظ على ثلاث مفاهيم اساسيه، يعني في ثلاث مفاهيم اساسيه مصر بتركز عليهم في علاقاتها الخارجيه سواء علاقات سياسيه او اقتصاديه، هو الامن والاستقرار والتنميه. احنا مصر بتحافظ على علاقات متوازنه مع مختلف دول العالم شرقا وغربا، بتحافظ على احلال السلام والاستقرار محل الصراعات والنزاعات، وعمليه التنميه، لان عمليه التنميه دي بتزود زي ما قلنا معدل النمو الاقتصادي، بتزود معدلات التشغيل وفرص العمل، بتزود كمان التبادل التجاري ما بين مصر ومختلف دول العالم شرقا وغربا، والامارات من اهم الدول كمان، حتى العماله المصريه اللي موجوده في الامارات ويقدر عددها ب يعني بيتجاوز ال 2 مليون مواطن بيعملوا في دوله الامارات، 2 مليون مواطن مصري بيعملوا في دوله الامارات العربيه المتحده، بيحولوا لمصر سنويا احنا بنتكلم على ما بين 3.5 الى 4 مليار دولار، هي التحويلات المصريين المقيمين في الامارات الى مصر، الى اسرهم في مصر. وبالتالي الفكره الاساسيه دوله الامارات العربيه المتحده وشراكاتها الاستثماريه مع مصر عبر الاتفاقيات اللي بتتم دي بتعكس طبيعه العلاقات المتميزه ما بين مصر والامارات، علاقات اخويه على المستوى الرسمي والشعبي يتم البناء عليها مستقبلا في اطار زي ما قلت لك الثلاث مفاهيم، احلال السلام والامن والتنميه محل كل حاجه. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ احمد يعقوب مدير تحرير اليوم السابع والمتخصص في الشأن الاقتصادي، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى يعني هذه المداخلة.